مساء الخير. لا جديد في المشهد الداخلي، جمود إلى حد الاستعصاء مع عدم امتلاك أي طرف مفتاح الحسم. في الخارج مجموعة من الحروب المعلنة والمضمرة على الساحتين الدولية والإقليمية، وعليه يبدو أن البلاد المنغمسة بأجواء المونديال الممنوع من الصرف ستدخل باكراً في مرحلة الأعياد مع اشتداد الصراع بين القوى السياسية وارتفاع حدة سقوف المواقف المعلنة. فأي مشهد منتظر وإلى متى سيبقى الحراك الداخلي جامداً؟ ماذا عن جولات المساعي مع الخارج؟ إلى أين سيؤدي النزاع الداخلي القائم في ظل التفكك الدولي الحاصل والمخاض الغربي الذي يبدو طويلاً؟ وحدة فلسطين تتقدم في المشهد وتصنع مشهداً مختلفاً خاضعاً لديناميكية شعبها الخاصة، تقتحم المشهد وتقبض على الحدث لتعيد ترتيب الأولوية في قراءة الصورة. ضيف هذه الحلقة من 90 دقيقة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سمير الحسن. أهلا وسهلا فيك أستاذ سمير. ومسؤول القسم السياسي في جريدة المدن الأستاذ منير الربيع. أهلا وسهلا فيك أستاذ منير، اشتقنا لك. ونشير إلى أن هذه الحلقة تنقل مباشرة أيضا عبر أثير إذاعة رسالة، فأهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة رسالة ومشاهدي قناة الأميان إلى هذه الحلقة من 90 دقيقة. بدي ضل شوي هيك بجو المونديال لأسألكم، مين بتشجعوا؟ مع أنك تحت الهواء قلت لي أنه ما بتابع. ما بتتابع وبعده عندي نفس الجو. يعني ما عندك أي حشرية وأي حب لي هذا ما فيني اقول ما عندي حب. يعني ما راح فوت بنظريه فلسفيه ما هو الحب، بس انه بكل الاحوال ما بتابع. يعني ما عيني لك اي فريق بيربح اليوم اي فريق بيخسر، ما في مشكله طبعا، ولكن بالشعور الوجداني بالعاطفه بتأيدي اي فريق عربي. وكنت بتتمنى انه المواطن اللبناني يقدر يتابع المونديال؟ ايه اكيد. طبعا استاذ سمير، يعني انا بالاساس فوتبالجي، انا بحبها كثير لهيدي اللعبه، وحتى اكون سوي برازيلي عشان الاخرين شو اسمه بكره الماتش. عاطفيا انا مع العرب، يعني وما حققه السعودي منتخب السعودي بالامس يبارك نعم له، انجاز كبير جدا. يعني ربما من كثره الهزائم لها الامه ننتظر انتصارا ولو كان رياضيا. يعني مبارك الانتصار، والفريقان المغربي والتونسي اثنين منيح. كان خيبة امل القطر يتعرض لها الانتكاسة، ان شاء الله يرجع يعود. عاطفيا انا مع العرب، اي فريق عربي انا معه. فنيا انا بحب شاهد هاللوحة الفنية تبع البرازيل. البقية مرة منيح مرة ما دائما. غدا لنظيره قريب. نعم، وإن شاء الله يا رب تكون فاتحة انتصارات، يعني بعد كل الله. هذه الهزائم والانتكاسات اللي عم نعيشها في وطننا العربي. بتقول أستاذ منير بأنه العالم ولاسيما منطقة الشرق الأوسط تأخذ فترة سماح وتهدئة، عنوانها مونديال قطر، بأنه قطر نجحت في توفير مظلة دولية ستعطي فترة السماح هذه وتجعلها فرصة لترتيب الأوضاع الإقليمية والدولية، وتعد بطبيعة الحال أبرز ما حققته الدوحة في هذا الإطار. يمكن البناء يعني على هذا الموضوع للانطلاق نحو يعني القول بأنه قد نكون أمام بصيص أمل هيك يبرد كل هذه الملفات الساخنة اللي عم تعيشها المنطقة. بالمعنى الإقليمي هناك فرصة طبعا، هناك عمل على ذلك. اللقاء الذي حصل في الدوحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤشر، حضور ولي العهد السعودي بعد زيارة إلى الشرق أيضا مؤشر، تجديد الهدنة في اليمن بمساعي قطرية 4، وهذه معلومة. هناك استعداد قطري لتجديد الدور حول المفاوضات مع 5+1، أي بين إيران والمجتمع الدولي حول الملف النووي، وهذا قد يحصل في الفترة المقبلة، قد يحصل قريبا بالفترة المقبلة، يعني خصوصا في ظل إذا بدك اليوم ما تشهده إيران في ظل التباعد. صحيح. واتهامات الولايات المتحدة، سيكون ذلك محطوط على الطاولة أكيد. النقطة الخامسة والأهم أن المفاوضات السعودية الإيرانية ستعود في سلطنة عمان، وبالتالي ماذا يمكن لهذه النقاط الخمس إذا بدي أقول أن تحقق على الصعيد الإقليمي؟ حتما كل دولة تسعى إلى تحسين وضعيتها وشروطها والبديكية
قد نشهد تحركا جديدا من قبل الأتراك باتجاه السعودية، وهذا له علاقة باللعبة الإقليمية. هل يمكن لذلك أن ينعكس على الساحة الداخلية؟ طبعا لبنان يتأثر، ولكن أيضا هناك ديناميكية داخلية في لبنان قادرة على التعطيل. قادرة على التعطيل بما معناه أنه بحال نرجع لمعادلة قديمة من خيل الظاهر أو الفوضى والتي تم تعطيلها، اليوم هناك معطى بحال تم توافق بين مجموعة قوى إقليمية ودولية على تسوية معينة فرضا بين هلالين، نجح الفرنسي بمسعى لتسويق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. بحال حصل ذلك قد تكون الديناميكية اللبنانية عاملا معطلا لذلك بفعل القوتين المسيحيتين، بما معنى إذا لم يوافق التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على سليمان فرنجية ستبقى هناك عقبة. ليش قلت عن الفرنسيين؟ لأن هناك ما يشبه الاقتناع الفرنسي بفكرة سليمان فرنجية. حصل لقاء بين فرنجية ومكرون، بين فرنجية ومكرون الرئيس الفرنسي. صحيح. متى حصل هذا اللقاء؟ قبل أسابيع. بعد هذا اللقاء تحرك الفرنسيون باتجاه أنه لابد من إنجاز الاستحقاق، لا يمكن إضاعة المزيد من الوقت، وبالتالي خلونا نشوف إذا منقدر نمرق سليمان. هناك من يعتبر في لبنان وخارج لبنان أن الفرنسي بما أنه لا يمانع سليمان فرنجية واقتنع أو مقتنع بسليمان فرنجية ولا وجود لممانعة أمريكية تجاه سليمان فرنجية، لابد من المحاولة مع المملكة العربية السعودية. هلا هذا له مسار آخر وحنسأل عنه في سياق هذه الحلقة بطبيعة الحال، ولكن تؤكد على معلومة بأنه اليوم سليمان فرنجية التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. صحيح. جرى البحث في موضوع رئاسة الجمهورية بشكل، ما عندي تفاصيل شو جرى البحث. أيه. حصل لقاء حتما كان الملف الرئاسي حاضر. أوكي. ومن ثم حصل تواصل فرنسي سعودي، حاول الفرنسيون سؤال السعوديين عن موقفهم من هذا كان الأمر. في جواب واضح؟ لا، مش قصة في جواب واضح. قصة في أنه لبنان يحتاج إلى اتفاق حول سلة شاملة. من يطرح هذا الموضوع؟ لأن نحكي عن مبادرة فرنسية طيلة الفترة الماضية، هذا اللي كنت أسألك عنه، هي مبادرة مكتملة ولا محاولة اليوم لتكوين أرضية باتجاه هذه؟ رأيي يعني ما في مبادرة فرنسية. شو لك مبادرة الفرنسية اللي بلشت بال2020 خلصت سقط. في استكمال لمندرجات هذه المبادرة يلي بلخصها الفرنسيين بعبارة استكمال الدورة الانتخابية، يعني انتخابات نيابية، انتخابات رئاسية، انتخابات بلدية واختيارية. خلصنا الانتخابات النيابية، نحن الآن في شغور رئاسي، لابد من إنجاز الاستحقاق. الفرنسيين عم بيقولوا ما عندهم وقت اللبنانية يفتشوا عن توافق وعن سلة وعن حكومة ومين بده يشكل الحكومة وشو خطة الحكومة والاتفاق مع صندوق النقد وإلى ما هنالك، وبالتالي خلونا نخلص بالرئيس أول خطوة، والخطوة الثانية بيرجع بينحكى بالحكومة وكذا وكذا. وهذا كلام قيل لي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عندما كان باللقاء الاخير. صح. لما كان بفرنسا. انه ما عندكم طرف الوقت، لا تنبشوا على صيغه جديده ولا على تسويه ولا على ليه هناك مرة. من يدفع باتجاه هذه الصيغه الجديده علما انه كل مواقف في الداخل صيغه التسويه. مشان ما يصير في لغط بالموضوع. في المقابل هناك قوى اخرى اقليميه ودوليه تعتبر ان المساله لا يمكن ان تحل بانتخاب رئيس فقط، وانما لابد من الاتفاق على سله شامله اقتصاديه اجتماعيه ماليه وسياسيه وحكوميه وتحديدا من يدعم هذه الفكره؟ المملكه العربيه السعوديه. اذا بعده هذا التباين قائم بين الفرنسيين من جهه وبين السعوديين من جهه، وبالتالي حضرتك مثل ما عم بتقول والتواصل مستمر، لسنا امام مبادره بالمعنى الفعلي، حركه فرنسيه. أي طبعا. بحسب تحليلك بطبيعه الحال، ولكن سؤال الهوامش الفرنسيه لانه بس ليش ما في مبادره فرنسيه؟ لانه هلا بيزعل خينا سمير. ليه؟ وقت اللي كانت المبادره الفرنسيه بدهم حكومه تكنوقراط وشخصيات جديده وليس لديها تجربه بالشان العام او متهمه عن هذه الشروط. صحيح. فراحت المبادره هونيك، جينا بالرئيس مئاتي. بغض النظر انا لا اتبنى اي اتهام ولا اي موضوع، بس انه هو لم يكن تكنوقراط، هو رجل سياسي بالاخير، ورحنا على حكومه محاصصه وكانوا قايلين المداوره هن اللي تراجعوا عن المداوره. وهلا هم مقتنعون بسليمان فرنجية، وبالتالي لا تغيير ولا ثورة ولا بعرف شو بالآخر الدول مصالح.
يعني توافق على أنه دول مصالح وما كان يعني لا كان في أي تأثير لا لكل هذه لا الحركة التغييرية؟ وبالتالي قديش يمكن القلب أن الإشارات بلش الإيجابية قد تنتج؟ خليني بلش بالإقليم. نحن كان لدينا قناعة من أشهر أن المنطقة قد تدخل مرحلة من التبريد بعد الحرب الروسية الأوكرانية. واضح أنه روسي تعرض إلى اخفاقات كبيرة في الميدان، تعرض إلى انتكاسات. نعم في الميدان هزائم. نعم. بس لأنه يستغل نعم. إلى هذا الحد يعني هذا تاني أقول ليش بالعالم بس البعض يعتبر أنه في استراتيجية روسية اليوم تعمل ببطء ولم تنتقل إلى مرحلة الحرب يعني بعدها بإطار عملية عسكرية إلى أهداف محددة. شوفي إذا بدنا نبلش نحن من تفضل. المسرح العمليات العسكرية بالعلم العسكري بالعلم الحرب اللي ما بتحقق أهدافها بتنتهي. كان الهدف الرئيسي اسقاط حكومه كييف وايجاد بديل لزيلينسكي. صحيح. تعثر في الميدان لكثير حسابات. هو كان يعتقد انه ستترك يعني اوكرانيا وحيده على طريقه جورجيا. يعني ما بالعكس الموقف الغربي وقف ولاول مره يعني تشهد اوروبا يعني هذا التضامن يعني حتى اكثر من الحربين العالميتين يعني الاولى والثانيه. حتى الموقف الامريكي ذهب بعيدا يعني بس كان له انعكاساته الاساسيه عليه بشكل اساسي على الساحه الاوروبيه. يعني الان يعني اللي عم يخدمه اكثر هو نهوض مجموعه من الدول اللي بدات تتفلت من امريكا. الهند يعني الامريكي صار بيسميها الدوله المتمرده، الصين، تركيا. ما تقوم به الان تركيا من هجوم على الكره السوريه ليس بغطاء امريكي، بالعكس هو يرد على بأبت بعض امريكي تركي غير مباشر. امريكي نعم امريكي تركي هجوم. كنا نحن كنا نرى ان المنطقه ذاهبه الى التبريد بالدرجه الاولى. يعني انا الان احاول يعني ان ارى كيف سيكون الهجوم المضاد الايراني، لذلك استبعد الان عوده الى اللقاءات السعوديه الايرانيه، استبعد عوده سريعه الى النووي. ما جرى الان في فلسطين في القدس هو بدايه رد. برأيك بأي إطار يمكن قراءته؟ يعني هو إذا بدك لا ينفصل عن هذا المشهد اليوم اللي ارتفع وتيرته. أنا شايف المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الاضطراب. هذا الصخب اللي عم نشوفه نحن الآن تصعيد العمليات بهالطريقة في إعادة خلط للأوراق. علما أنا أميل دائما إذا وجدت إرادة عند القوى اللبنانية، يعني حكي فكرة أنه إذا في طرفين مسيحيين الآن يعني أنا بوافقه. يعني بال 2016 نعم بال 2016 كل الحراك الخارجي لو ما سعد الحريري ذهب إلى التسوية ما بيجي يعني رئيس عامل أساسي. ولكن سيكون للحراك الآن هذا الاضطراب الصخب أو الاصطدام سيكون إلى حد الاصطدام برأيك؟ ما هو ما يجري هلا قد يعني تكون آليات المواجهة اختلفت، لم تعد بالمعنى السائد التقليدي. أوكي. أنا برأيي هدول الأشهر من الصعب جدا إيجاد رؤية واحدة قد تنعكس سريعا على لبنان. لذلك حتى الآن يقينا لم تتبلور حتى الآن فكرة التسوية. ما يجري هو استكشاف. ما يجري هو بعده بإطار الاستكشاف. نعم يعني حتى صار الآن هذا الاستكشاف وغدا جلسة سابعة. حتى الآن لم يتبنى فريق جدي رئيس للجمهورية حتى الآن على الأقل في العلن. خلينا بس اعتدنا نحن كيف تبنى لميشيل معوض؟ كيف ما تبنى اليوم القوات اللبنانية تبنت ميشيل معوض بشكل واضح. القوات الحزب الاشتراكي مؤشرين جديين انه هذا يعني كيف يعني التقدم الاشتراكي وقالوا للجملات بشكل واضح. حطوا ورقه اخر مرة عند رئيس بري يعني قال له انا يعني هذا الحكي لا قال ليس ولكن سرا. قال ولكن في حال الوصول الى تسوية ساعتها بصير لكل حادث حديث. يعني لا لك شغلة يعني هذا الموضوع ليس سر يعني واضح يعني قالوا وين بتكون أنا بكون. أوكي. يعني نحن الآن بمرحلة خلينا نسميه مش بس الوقت الضايع ملء الوقت يعني الضائع شو وقت ضايع يعني لا توجد في المنطقة يعني حتى الآن يعني كل ما قيل عن المملكة العربية السعودية حتى الآن ما عندها موقف واضح على فكرة. منشوف لم تتبنى ولم تضع شروط. ما يقوم به الفرنسي الآن محاولات أنا بوافقك ما عنده مبادرة. وأنا برأيي المبادرة تبع العشرين أخذ معه مصطفى أديب بالشنطة يعني وليست عامل رئيسي. نعم هي ليست عنصر مقرر. نعم قد تساهم بس هم نعرف قديش الهامش المعطى لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الوحيد الذي يبدي حراكا هو فقط القطري
وقد لا يكون بعيد عن السعودي. بس حتى الآن المملكة غير مهتمة. نعم مهتمة أن تكون لاعب، بس بمعنى أنه مثل ما كان بالسنوات الماضية تدفع مصاري للأطراف. يعني هذه العودة السعودية المنتظرة بعد مثل ما حضرتك عم تقول لم تحصل، تتبلور حتى الآن لم تتبلور رؤية واحدة لدى القوى الفاعلة بتبني شخصية. أوكي. يعني مثل ما قال الأستاذ سمير، فينا نعتبر أنه بعد التباينات قائمة بين الأطراف المقررة الخارجية أو المؤثرة خلينا نقول في المشهد الداخلي، علما أنه كنا أمام حركة للسفير السعودي رصدناها خلال الفترة الماضية، واللافت أنه يمكن يعني بعد كل هذه الحركة بقيت الساحة السنية بوضعية التضعضع إذا جاز التعبير أستاذ منير، رغم المحاولة اللي صارت لجمعها تحت سقف الطائف. كيف تقرأ هذا الأمر؟ استكمالاً للي قاله، بوافق على فكرة الشق الثاني اللي أنا ما قلته من الصورة الإقليمية، أنه بموازاة المساعي لتحقيق بعض التفاهمات أو بعض الهدوء، ومثل ما بلشت بالمقال اللي أنا كتبته أنه هدني للمونديال، صحيح هناك عناصر أخرى مقررة غير الفرنسية اللي عم يسعى للإسراع بالتسوي. الثلاث عناصر أساسية مقررة هي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، وإيران. أنا أؤكد لك أن الاجتماع سيعقد على الرغم من كل ضوضاء المواقف المتعلقة بالإيراني بيقول هيك، اللي هو يرتبط بنتيجة الانتخابات النصفية برأيك؟ لا شو؟ عم بحكي عن بين السعودي الإيراني، سعودي إيراني، سعودي إيراني بيقول الإيراني هذه اللقاءات لن تتوقف. صح. بس ولكن أنا هلأ الآن بموازاة الهجوم على إيران، كيف سترد؟ يعني الآن إذا استكملت هل الرد اللي شفته اليوم بنابل سيستكمل؟ يعني على سبيل المثال الرد يعني بفلسطين مثل ما عم بقول لك بفلسطين، هيدا واحد، هيدي ساحة، هيدي ساحة، اليمن ساحة، ولكن هناك ضمانة قطرية حاليا. نعم لأقول لك شغلي، لتمرير المونديال مثلا ما قدروا يعني تبنوها، هي بقت يعني بالإطار النظري بإطار أمر واقع. أنا حتى الإيراني بيقول هذه اللقاءات لن تتوقف ستستكمل. صح. بس ولكن الآن مع تطوير المواجهة، أنت بتعرف في جزء كبير محملينهم طبعاً, طبعاً طبعاً طبعاً. يعني هل نحن ذاهبون إلى مواجهة في الإقليم؟ إيه اللي عم نقوله هلا في هدنة اسمها مونديال، هو عم بيكفي البارت 2 يعني. أوكي. صحيح. اللي عم تقوله بوافقك فيه، بس تحت سقف هيدا الاشتباك إذا بدك تسميه، بعد قنوات التواصل موجودة، مثل ما إنه مبارح الأمريكي بيقول إنه نحن لازلنا بعيدين عن اتفاق نووي، ولكن هنا اتصال حصل حول إعادة تجديد المفاوضات بين 5+1 وإيران. متى يحصل اللقاء؟ كيف يحصل التواصل؟ هل يستكمل القطري هذه المساعي؟ هذه كلها أسئلة متروكة إلى المرحلة المقبلة. الثلاث عناصر اللي هي لا تزال مختلفة مع بعض البعض، اللي هي الأمريكي مختلفة بمقاربات مختلفة، الأمريكي والإيراني والسعودي. أوكي. وبيناتهم الفرنسي اللي عم بحاول يلملم من هون ومن هون، وهذا اللي كنت عم حاول أسألك إياه، عارف هذا الهوامش اللي عم يمتلكها الفرنسي مع هذه الأطراف تحديدا، مش عطى مثل أخذ مصطفى أديب المبادرة معه بالشمتة؟ دفنوا الأمريكان المبادرة الفرنسية، طوّقوا من بالعقوبات من أول تماماً. يوم طبعاً من أول يوم، يعني هم أعطوهم للفرنسيين وقالوا لهم بعدنا وبس إجوا عملوا الضربة اللي لازم تنعمل، راحت بكل الأحوال. فبالآخر الأمريكي هو عنصر مقرر، هلأ مقرر هو ما يتدخل. هون بنرجع على كلام باربرا ليف اللي كنا عم نحكي قبل الهواء. صحيح. شو عم بتقول؟ هي عم بتقول إنه نحن، وهون استكمالاً لوجهة نظر الأستاذ سمير، هي عم بتقول إنه نحن أخذنا من لبنان اللي بدنا إياه، عملنا الترسين شيك، صحيح، أمننا الاستقرار والهدنة وما بعرف شو، روحوا شوفوا شو بكم تعملوا مع الشركات لحتى تنقبوا، وفيما بعد في شروط صندوق النقد وفي تسوية انتم بدكم تعملوها نظريا، عملوها بمجلس النواب ورجعوا تعالوا لعنا لحتى نحكي. هيدي وجهة النظر شو بتقلي؟ بتقلك انه الامريكي هلأ منه مهتم ابدا بتفاصيل الملف اللبناني، هون عم يلعب الفرنساوي، يعني عم بيقلنا لبنان ليس من ضمن اولوياتنا. ايه طبعا. اوكي. ليش؟ ايه عنده اولوية اوكرانيا طبعا، واوروبا كلها عنده، ما بعد القمة الامريكية الصينية شو بده يعمل، عنده العلاقة مع الخليج يلي هي
كمان. بين متوترة وبين الحصانة التي منحت لولي العهد السعودي وإعادة ترتيب بما يتعلق بموضوع الخشاجي صحيح وبما يتعلق بإعادة ترتيب العلاقة، وعنده أولوية رابعة أو خامسة نسيت بأي نقطة صرنا، هي ما بعد فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية وبالتالي كيف سينعكس ذلك على ملفات المنطقة بترسيم الحدود، موضوع محيد ما له علاقة، ولكن التعاطي مع الساحة السورية ومع إيران، وهل ستتزايد هذه العمليات، كيف صحيح. سيكون التأثير لهذه العمليات على كل الصورة الإقليمية. هون بتقاطع مع الأستاذ سمير أنه إيه الإيراني أكيد بده يرد. هيدا الشيء انعكس بلبنان كيف عبر أن شو؟ اللبنانيين أو بعض اللبنانيين أضاعوا فرصة حقيقية متى؟ كان بالإمكان من خلال الولوج إلى تسوية مع الحزب. أنا مني جاي من الفضاء وبقول أن اللبنانيين بينتشوا تسوية لوحد، ولكن مرقنا بفترة أسبوعين ثلاثة ما بعد الترسيم تحديدا تماما كان الحزب على الرايق عم يحكي صحيح أنه يا شباب نحن مع الحوار، نحن مع التوافق، ما تبنينا ولا اسم مرشح، ما قلنا اسم، ما قلنا مواصفات، مش هيك؟ بقي فريق تحدي سلاح إلى ما هنالك إلى ما هنالك. ضاعت الفرصة، زادت الحركة بإيران والتي ينظر إليها الحزب والإيرانيون بأنها جزء من مؤامرة خارجية، وبالتالي هذا تصعيد يراد استخدامه للضغط على إيران، للضغط على حزب الله. فلا يا شباب، هلأ الدقة تغير، طريقة اللعب تغيرت. حدد أمين عام الحزب مواصفات الرئيس، عشوائي كان بده يسمي وما سمى لسبب، لأسباب تتعلق بماذا هلأ بنقول. النقطة الثانية كلام الرئيس رئيس الكتلة محمد رعد تاني يوم انه صحيح. عندنا مرشح وبدنا نشتغله وبدنا نجيبه. بلشت تتغير اللهجة، بلشت تتصاعد المواقف السياسية، ولكن حتى الآن لم يتبنى الحزب، لم يتبنى لأنه إذا لحق وتبنى ما بقى فيك تحكي بتسوية إلا بشروطه، روحي على سليمان الفرنجية اعملوا تسوية على سليمان الفرنجية إذا تبنى. هل عدم الإعلان حتى الآن هو للبقاء في منطقة آمنة لترك موضوع التسوية على غير سليمان فرنجية أمر قائم؟ أنا ما بعرف، بس اللي بعرفه هني هلأ مرشحهم سليمان فرنجية، مشكلتهم مع جبران باسيل غير المعلن، خلينا نقول حتى الساعة بس أيضا لما ما يعلنوا بيكون عم بيساعد الآخرين ليروحوا على تسوية. هل الآخرين جاهزين لهذه التسوية؟ لحد هلأ ما بيّن هيدا المسار. كيف منشوف هيدا التغير بكل المعطيات؟ نحن خلصنا ترسيم، كنا على اساس فيول ايراني بيجي وبغضوا نظر الامريكيين، البعض فكر هيك، اصطدمت انا من اول لحظه ما فكرت هيك، وفكروا انه الغاز المصري والكهرباء الاردنيه بيمشوا، وبالتالي هودي الشغلتين بيكون لهم انعكاس ايجابي، بتروحوا يا شباب بتعملوا اللي بدكم اياه. ف مرق الترسيم، اخذوا الامريكان اللي بدهم اياه، فيش غاز مصري، فيش كهرباء اردنيه، وفيش فيول من ايران، حطوا فيتو. اذا يعني سكروا لك اياها ليقولوا لك انه نحن ما اخذنا الترسيم لنبيعك هذا الملف، هذا الملف البحث فيه مأجل، غير مرتبط، روحوا شوفوا شو بدكم تعملوا، شو تقدروا تقدموا من شروط من تنازلات وارجعوا. شو التنازلات اللي بعدها مطلوبه منك؟ لا. يعني انت اخر شيء كان في نوع مش من مش بالمعنى الاستراتيجي، بس كان في نوع من ضغط طيله الفتره الماضيه لتقديم هذا التنازل فيما يتعلق موضوع الترسيم. قدمتي. رحت عملت الترسيم الاتفاق. اوكي تماما. هلا بالاخر لبنان ساحه من ساحات هذه المنطقه، صحيح. انت بدك حتى وان كان الامريكي مش مهتم فيها، في طرف من مصلحته يخلي الامريكي يهتم فيها او يخلي السعودي يهتم فيها، وفي طرف من مصلحته يغلي سعر هيدي الساحه ليقول انه هيدي ساحه محرزه تصير قدام يا اما تجديد هدنه باليمن، يا اما اتفاق سياسي باليمن، يعني يا اما اتفاق سياسي، يعني عم تستعمل كورقه تفاوضيه للحصول. اوكي، توافق على هذه القراءه؟ وبالتالي شو قسم كبير من نعم، بس حتى اقول لك شغلي، اولا يعني اهتمام الامريكي، صار في فيتو امريكي على الهبه الايرانيه مثل ما قال استاذ منير، ولا اصطدمت بامر اخر؟ لا، رئيس ميقوتي سال بعض القانونيين قالوا له ايه ممكن يعمل عقوبات، هو كان متوقع بس، ولكن هذا انا من وجهه نظري يعني انا سوء اداره بالتفاوض، كان يجب ان سوء اداره بالتفاوض من قبل من الحكومه اللبنانيه بالاساس، هل حكومة ورثت يعني بغض النظر بس هي اللي عم بتفاوض؟ شو الحكومة وزير الطاقة؟ ليش احكي شوف بقول لك شغلي، اولا عم بقول لك احكي، كان يجب ان تتزامن في حاجة لدى الامريكي، وهذا اللي حيخليه مهتم بالمنطقة، مستقبل المنطقة فيما بعد، امن المنطقة فيما بعد ساعده، هو
في شيء ما بده يحكي. لا لا هلا انت بتحكي. لا انا ما اجي على كان يجب ان يعني يربط تماما موضوع فك الخنق. اي يعني يعني كان يجب الاستحصال على استثناء من الاردن مصر. يعني هالشروط ربما الامريكي بيرد الدينات بالتقسيط. في حدا راح بفك الخناق عن محل ثاني مش عن البلد؟ لا لا هيك ما راح عند الإيراني. لا لا هو هيك كان الجو. كان الجو نحن الان واحده من يعني قال لك مش عن قال لك شيء كثير اساسي. لا لا مش انا عم بحكيك، انا عم اقول كان الرهان انه واحده من الانجازات بالترسيم انه بتفك يعني عمليه الخنق عن لبنان. اوكي يعني ما فكرت ما كسرت هذا الحصار حتى الان. ضاعت حتى الان. ايه؟ حتى الان اخشى من ان يكون هذا الاتفاق بالاطار التقني. شو يعني؟ يعني حتى الان بالمعنى السياسي اللي بيقدروا يعرقلوا لك التنقيب. طيب بس انت ما حصلت على ضمانات لما رحت الى هذا التوقيع على هذا الاتفاق بمطرح من المطارح؟ حكي شفهي حتى الان بالعمل. لا بس يعني انت ما بتمتلك اليوم اوراق قوة. نعم تستطيع تعطيل هذا الاستخراج بمطرح من المطارح؟ هذا بيهدد. هذا بيهدد انه لن يسمح لهم فيما بعد بالاستمرار بالاستخراج. يعني أوكي. انا بعتقد سمحت السيد لما كان بيقول واضح لن يسمح. يعني اذا ما كان بس انا عم اقول كان يجب ان يتم الربط بين الاستثناءات لانه نحن حتى نطلع نحن الان نستخرج يعني بدنا سنتين ثلاثه اذا بقي هذا الحصار وهذا التطويق. اوكي يعني برايك لم يكسر هذا الحصار؟ نعم. بعد الذهاب الى توقيع الاتفاق كانوا واعدين نحن ما رحنا. كان في جو انه بس يمشي الترسيم بيعطوا استثناء للاردن لمصر. بيمرق عبر سوريا بيسمحوا قالوا استاذ منير بيسمحوا بالهبه الايرانيه. فيما بعد اتضح انه لا. يعني علما الامريكي ما كتير عنده هامش بالمنطقه. ليه؟ لانه مستقبل المنطقه فيما بعد او امن المنطقه فيما بعد هو الطاقه والغاز. أوكي. عنده حاجه يعني يبدي مروني لانه في مقاومات جديه. هلا كنا عم نتحدث اذا اخذ قرار الايراني الان بالقيام بهجوم مضاد في 6-7 ساحات مش بس يعني في ساحه اثنين. انا بعتقد التفلت من الهيمنه الامريكيه يعني محمد بن سلمان مش الموضوع تكتيكي ضد جو بايدن انه هو مع هيدي معركه يعني ليس مرتبطا بالديمقراطيين والجمهوريين. تنويع خيراته وعمل اتفاقات مع الصين على 25 سنه مش انه اذا راحوا هلا الديمقراطيين واجوا الجمهوريين بفك شيء اسمه. شوفي نحن الان في مرحله فراغ دولي. نحن الان في مرحله انعدام وزن. نحن قد ندخل بمرحلة من المواجهات الاستراتيجية في كل العالم. اللي عم نشوفه نحن الآن بالمنطقة هو ليكو عم يمتد على محلات تانية. الوضع بباكستان كتير صعب يعني مضطرب وغير مستقر. ما هيدا اللي كنت بدي أسألك عنه عندما تحدثت عن إذا بدك التعثر الروسي بمطرح من المطارح علما أن البعض كمان بحطها بخانة استنزاف الغرب اليوم. يعني هيدا أنا تحدثت أنا تحدثت الأمريكان استنزفوا الكل الروس والاوروبي. بس كمان اليوم الروسي يستنزف الاوروبي بمطرح من المطار. عملك الامريكان حطت نجح في استنزاف بوش بعضه. انا تحدثت عن اخفاقات في الميدان. وسالتيني قبل هلا قلت لي اسمعني قلت لي تاريخيا الجيش الروسي يتعثر في البدايات. صحيح. شوف الحربين صحيح الاولى والثانيه حتى بالحروب السابقه من 1700 نعم بيقدر بعدين فيما بعد الدول الكبيره شرط لتنتصري بالحرب بالعلوم العسكرية أن تمتلكي القدرة على التعويض والاحتياط. حتى الآن عنده بس اللي عم يساعده أكثر هو هناك صعود لمحاور جديدة في العالم الآن. يعني الشراكة أو التعاون بين الصين إيران يعني إحنا عم نحكي الآن إيران تركيا عندك الهند البريكس بلش يتحول يعني إلى كتلة صلبة قبل ما كان هيك. يعني هذا اللي خدمه هو بالمعركة السياسية الاقتصادية قادر أن يستمر. خاصة لن تستطيع أوروبا لن تستطيع الاستمرار بدعمه بهالترسانات على هيدي الوتيرة. يعني بيعطوه الأمريكان 10 صواريخ جفلين ليدمر دبابي ما حدا في يستمر هيك طويل. بس لما أنا بدي أحط قدامي مشهد الآن الآن لما بينسحب من باتشي بيرجع من خاركيف بيرجع من خيرسون هيدي انتكاسات. هيدي مش انسحاب تكتيكي. هنشوف انعدام الوزن كيف سينعكس ولكن الآن لم تعد أمريكا مقررة وحدة. أوكي بس عم تقول بعدنا بحالة الفراغ. الصراع على النفوذ هذا ما بيجعل المنطقة مستقرة بوقت قريب. معركة إعادة تشكل العالم تحتاج إلى وقت.
قديش نحن بنقدر، مع انه انا اميل الى لو في اراده بالداخل وانا بوافقه، يعني اي طرف الان يبلش يستطيع اليوم انا نعم يلاقي الحزب مبادرته بيقدر يشكل. سنسال عن هذا الامر وماذا عن يعني بدك السيناريو الامريكي بالوقت اللي عم بيقول انه كان واضح كلام باربرا ليف بعد هذا الفاصل. تابعتونا دقيقة لهذه الليلة وضيفي الكريمان الأستاذ منير الربيع والأستاذ سمير الحسن. الأستاذ منير كان عم يحكي أستاذ سمير قبل الفاصل أنه العالم كله بمرحلة انعدام وزن، بأنه يعني اليوم في حالة فراغ وهيدي مرحلة انتقالية متعددة الأقطاب، خلينا نقول يعني عالم متعدد الأقطاب، ولكن هيدا بده ياخد فترة طويلة وما يعنينا بجزئية انعكاسه على الواقع الداخلي اللبناني، علما أنه حضرتك قلت أضعنا فرصة بعد الوصول الى الاتفاق، اتفاق الترسيم، اضعنا هذه الفرصه وما حدا اجى باتجاه حزب الله بمعنى اللبناني الدين بطبيعه الحال. اليوم او حضرتك مش بالضروره يجي باتجاه حزب الله، اوكي، بس باتجاه اذا بدك اليد الممدوده اليوم باتجاه هذه التسويه للتوافق غير صار عم بيصعد، رحنا الى موقف اخر او الى اداء مختلف حدد فيها سماحه الامين العام وصفات الرئيس والسقف لي يعني بيمشي فيه حزب الله وحلفائه، وعليه اليوم يعني عنده كمان في يعني داخل الحلفاء اليوم هو يتعثر بشو؟ بموقف النائب جبران باسيل بشكل أساسي، وهيدا شو يفرض عليه اليوم يعني صعوبة أكبر بلم الشمل للوصول إلى هذه التسوية المنشودة؟ قبل على قصة تعدد الأقطاب أو انعدام الوزن، أنا ما بسميها هيك. شو بتسميها؟ بس بسميها بالمعنى التبسيطي أنه نحن عم نعيش مرحلة إعادة تشكل لنظام عالمي بمرحلة ممكن أني شبهها على اختلاف كل الظروف لمرحلة الحرب العالمية الأولى. يعني النظام الدولي اللي ركب أو آلية النظام الدولي اللي ركبت من 100 سنة عم تتغير. هلأ بتطلع عالم متعدد الأقطاب، بتطلع نظام عالمي ذات النظرة التشاركية، هيدي نظرية كيسنجر بال 2014 بقول لك ما بعرف، نحن بهذا المخاط. فنحن عم نعيش هيدي الحقبة اللي فيها الكثير من التحولات الجيوستراتيجية على صعيد العالم. الأخطر فيها، الأخطر هو أنه عصر النهضة بالعصر الحديث يعني بالقرن الماضي، عصر النهضة اللي عاشته الكتل هي نوع من خلق تكتلات كبيرة. يعني الاتحاد الأوروبي، تكبير الكيانات، الخروج من نظرية الدولة الوطنية أو الدولة القومية عفوا إلى ما هو أوسع من ذلك. يعني راحوا الأوروبيين وعملوا اتحاد، هلأ هذا الاتحاد مهدد، مهزز، تهدد ببريكسيت، تهدد بوقائع اجتماعية نفسية مالية اقتصادية، اجت الكورونا هددته بشكل اساسي، زادت صحيح الازمه، ورجعنا ما بعد كورونا جينا على الحرب الاوكرانيه الروسيه او الروسيه الاوكرانيه يلي اوصلت دول باوروبا بعضها يبحث عن تفاهم ووقف اطلاق النار مع روسيا، وبعضها الاخر يبدو اكثر تشددا، وبالتالي هذا يخلق تضعضعات، نوع من تباينات. يعني عم نروح على صيغه انا بسميها تصغير الكيانات. كيف سيكون هذا التصغير لهذه الكيانات وكيف ستنتهي صورته النهائية؟ بتقلي لي برجع بقول لك بريكس ومقابل بريكس تجمع تاني أو حلف تاني أو شنغهاي أو ما بعرف شو أو ما بعرف شو، بقول لك تقدري تخلقي أسماء كثيرة، ولكن شو الشكل النهائي لهذه المنظومة عالمية ما حدا بيقدر يعرف. صحيح. لأرجع من هيدا البعد كله على الزواريب اللبنانية. بالزواريب اللبنانية في مشكلة أساسية خاصة لدى حزب الله، لأنه لم يتمكن حتى الآن من إقناع حلفائه لسيما التيار الوطني الحر بتبني خيار سليمان فرنجي. قدم جبران باسيل مطالعته، ذهب إلى أكثر من مكان في محاولة. يعني أكثر من مكان غير فرنسا وغير وقطر. اللقاءات اللي عملها غير قطر. وقطر. ما بلكي في أماكن أنت لا ما عندي علم ما بنعرفه. بكل الأحوال حاول طلب المساعدة بمسألة عدم تبني فرنجية وتبني خيار واحد خيار آخر. كانوا الفرنسيين واضحين أنه ما في هيدا الوقت
ولابد من انجاز تسويق. هيدا الجواب اتى تحديدا من الفرنسيين بعد الجوله اللي صارت يعني عم نعرف انه لا لانه السفيره الفرنسيه قامت بجوله على عدد كبير من الاطراف اللي كان هو بفرنسا كان هو بفرنسا يعني بعد تجميع هذه المعطيات صحيح. اثنين هناك من نصحوا ايضا بضروره عدم الرهان على انفصال بين حزب الله وحركه امل وانه حزب الله ما راح يتخلى عن حركه امل والرئيس نبيه بري كرمالها اللي هو عنده قناعه كان او يعني شبه لا هو قايلهم على التلفزيون انه حزب الله ولا مره وقف معنا ووقف مع نبيه بري دائما قال الرئيس عون قبل مغادرته انه مثل التوأم الصيام فاجوا يعني قالوا له انه ما بقى تراهن روح يعني كان بعده عم براهن على هذه النقطه روح شوف كيف بدك ترتب الموضوع مع الثنائي الشيعي كثنائي فمشان هيك حصل لقاء بعين التينة مع الرئيس نبيه بري بهذا الإطار ولم يحقق مرتجاه. ليه؟ لأنه طرح شو؟ طرح فكرة لقاء رباعي يبحث باختيار مرشح جديد غير سليمان فرنجية وغيره طبعا. لقاء رباعي بين من يعني الرئيس بري سيد حسن نصر الله هو وسليمان فرنجية. أوكي. فقال له الرئيس بري إنه انت عم تتفاوض بهذا الموضوع مع حزب الله روح عند حزب الله شوف شو الوضع وارجعوا خبرونا يعني ما اعطى جواب احاله على الحزب بطبيعة الحال ذهب بعدها الى فرنسا وعمل الموقف اللي عمله سرب قال هو وبعدين ما في شيء بيتسرب الا ما بيكون مقصود يعني برايك تسريبه. كان يتقصد ايصال رسائل باتجاه محدد عم يحكي فيه ما بعرف كم بني ادم بعدين لما سئل عن فرنجيه حكي بالصوت لما صحيح. سئل عن حدا تاني ما حكي بالصوت عن قائد الجيش تحديدا واومق براسه بس براسه طلوع صحيح. ما بده تتسجل بكل الاحوال بعدين بالتسجيل في حدا عم بيقول له عم بيسجله هو كف بس هي كان يعني لقاء داخلي بين مع التيارين بكل الاحوال ما في شيء بيتسرب الا ما يكون مقصود تسريبه صار في شظايا يعني اذا بدك وصلت لاماكن محدده هو موقف مباشر. لهذا الموقف هو منه شظايا هو موقف مباشر ما هو الموقف كان الزلمه يبلغ الجميع انه هو مش موافق وانا مستعد اقعد مع سليمان الفرنجي واشرح له ليش انا مش موافق عليه بكل الاحوال هيدي المشكله الاساسيه بالنسبه الى الحزب حتى الان هون بنروح عم بحكي تحليل هون بنروح على احتمال من اثنين إما أن يقتنع جبران بالنهاية بمسألة فرنجية وما بيكون واقف بوجه التسوية مقابل بيسلك مسار له علاقة بالعقوبات وغير العقوبات وكذا حسب شو بيكون الجو الدولي تجاه هيدي التسوية وحينها مقابل العقوبات مقابل سلوك, إيه مسار. سلوك مسار بس هو بلش هذا المسار بحسب المعطيات وبيتم التسهيل وإلى ما هنالك ولكن هون وبين هلالين هون إذا حصل ذلك وذهب باسيل إلى المعارضة شوفي قديش رح تكون الساحة مفتوحة على ابتزازات ترتبط بالعلاقة مع الحزب وبمسار العقوبات من قبل من؟ من قبل جبران باسيل؟ شو ابتزازات؟ مفتوحة الساحة على ابتزازات من قبل من؟ إذا هو ذهب إلى المعارضة إذا مرقت التسوية بسليمان فرنجية وراح هو على المعارضة ما شاركش فيها وبالمعارضة سيكون له ممارسة سياسية بتشبه صحيح. ايام اللي كان بالمعارضة قبل ما يشارك بالحكومة اوكي هذا سيستثمر على قاعدة الابتزاز من جهات متعددة تتعلق اما بالمزيد من المناوشة السياسية واما بالمزيد من الابتعاد والافتراق عن بعض الافرقة بما يتعلق بمسار العقوبة بزيادة بس كيف تمشي التسوية هون تمشي بموافقة للقوات اللبنانية يعني هون ساعتها التسوية كيف بدها تمشي إذا أحد أطراف اليوم الأساسيين يعني عند المسيحيين تحديدا ما مشي فيها رح تمشي عم بسألك فيما لو صارت هذه التسوية بموافقة القوات اللبنانية ما بعرف ما عندي أنا مش عم بحكي عن التسوية كمحلل وكيف رح تصير ما بعرف بس اللي عم بحكي فيه بغض النظر أي كانت التسوية أنا اللي عم بحكي عن المسار المرتبط بحركة رئيس التيار الوطني الحر الذي يريد أن يكون صانعا للرئيس إذا لم يكن صانعا للرئيس مشان هيك طلع سليمان فرنجية وقال أنا مش رح كون حارس جمهورية جبران باسيل وهذا الكلام قاله للسيد نصر الله بشكل واضح بس كان رد هيدا إذا بدك على المطالب اللي بده إياها جبران باسيل فهيدي الشروط اللي جبران باسيل عم يطرح فيها انه يكون صانع الرئيس صحيح. اذا لم تلبى وحصل التسويه لم يكن داخل التيار الوطني الحر عم اقول لك شو
اللي المشاهد اللي رح تشوفيها. أنا عم موافقة معك يعني عم بسمعك، بس أنا عم بسألك إنه هذه التسوية فيما لو حصلت يعني إلى ركن أساسي آخر عند المسيحيين حتكون قوات لبنانية، هيدا المنطق ولا لا؟ ربما لا ما بعرف. أوكي ماذا؟ يعني بس لحظة يعني بالتسعينات رجع مشي الياس الهراوي وكان صحيح. الجنرال عون او الرئيس عون رافض والقوات اللبنانيه رافض، بس ما بدنا ننسى انه كان بعد يعني اتفاق الطائف ومرحله جديده او حقبه جديده كان فات فيها لبنان، قد نكون امام يعني مشهد مماثل الطائف. ايه بس بالوقائع السياسيه ايه. تفضل استاذ. للاسف يعني هذا الوقت الضايع يعني حتى الان في امكانيه اسبوعيا نركب ماده ونحكي نحن عن موازين القوى اذا بتجيب هذا ولا ما بتجيب. صحيح. وايضا من يعني المفارقات انتخاب رئيس الجمهوريه في لبنان ولا مره كان سلس، ولا مره دائما كان يصطدم، ولا مره كان سلس يعني قد تكون هناك حالتين يعني او ثلاثه بس دائما يعني ولا مره كان سلس يعني. عم تحكي من بعد اتفاق الطائف ولا من عم بحكي من 43 من بشار الخوري؟ لا لا مزبوط ولا مره. هل اذا جرى تسوي خارجي تقاطع فرنسي سعودي قطري أمريكي. امريكي شو قدره القوى الداخليه على انه حتى اذا بتشكل معارضه ان تكون وازنه؟ انا تقديري الشخصي حتى الان لا، في ناس بتمشي فيها وفي ناس بتطلع براتها. يعني حتى الان انا بشك انه الفرنسيين تبنوا يعني مع احترامي ل تبنوا سليمان فرنجي بشكل لمعلوماتك ايه بعتقد الجو الخارجي هو اقرب لحدا تاني يعني في اسم بعتقل. محدد ولا في مجموعه اسماء يتم طرحها اليوم وجوجلتها؟ ما بعرف كثير على فكره عجبتني. حتى الان انا رايي لم تنضج فكره التسويه حتى الان. وقت ضايع نحن. صحيح. نعم جبران باسيل سيكون بدون شك ناخب رئيسي سيكون يعني سيلعب هذا الدور ولن يكون في صفوف المعارضه في المرحله المقبله. اذا الحزب حسم خيره باتجاه تسويه هو لا يمتلك لا 18 ولا 17 ولا 16. اسمحي لي فيها لحظه شو اسمحي لي بهذا الرقم بعدين. لا لحظه اسمحي لي فيه بعدين ما فينا اسمح لك. لا ما حجاوبك عنه. اي بس لحظه بس وضح الفكره. ما انت بس لحظه انا عندي سؤال هلا. ما معه كتله لما ما تجاوبها عنه ما معه كتله يعني هيدا ما معه كتله هو متماسكه بتشكل هيدا الكلام لحدا تاني يعني لا ما بتشكل معه منصه يعني بالمعنى المعارض. انت عم بتشكك يعني بتكتله يعني بما معناه انه في 7-8 نواب ببطلهم ايدين يعني التكتل يعني خارج السرب. نعم أوكي. يعني حتى الان اذا نضجت فكرة التسوية الداخلية يعني عم تقول فيما لو نضجت هذه التسوية او فكرة التسوية هناك من في التكتل لبنان القوي لن سياسية حتى يسير الآن. بي كل القوى السياسية حتى الان بس. يقينا عم يتعامل انه سيتأخر الاستحقاق بعدهم لانه كان في جو بيقول انه قبل راس السنه او قبل نهايه هذا العام اكثر حدا متفائل بيحكي بشباط ايدار اكثر حدا متفائل بيحكي بشباط ايدار في اعتقاد عند الجميع بانه هذا الاستحقاق سيتاخر اذا مش لاول الصيف كمان. نعم اذا الاستحقاق لذلك الان اي مقاربه هذا الطرف وين بيكون وهذا الطرف وين بيكون انا برايي للاسف مع انه في فرصه بالداخل يعني كانك عم تقول بعد بكير كتير نقول للأسف. كل الاطراف وين بتكون للأسف. ولكن اليوم بين انه للاسف ما انا عم بحكي لك بس اليوم كمراقب لحركه اذا بدك اليوم الوزير جبران باسيل تقدر تفهم استراتيجية التي يعمل على اساسها اليوم باي اتجاه هو حتى الان عم يراهن من هلا لايدار تسقط العقوبات مثلا بيصير عزوزو علما المكتب هلا المحاماه اللي عم ينعم وحتى الوعد القطري بانه هن بيساعدوه بالش اسمه بس انه ما حدا بيشيل العقوبات يعني لانه في شقين في شق الاداري وفي شق القضائي وبالتالي يراهن على ليس الفراغ متيسر الان يعني لذلك مش الان بس ما هو عم تقول انت يراهن على عامل الوقت لارتفاع هذه الحظوظ بمعنى هذا عامل الوقت يعني يكفي بس انه يكون بصالحه في قوى اخرى بالبلد يعني في قوى اخرى اثنين بالرغم من اني حكيت انا عن السخونه في المنطقه صحيح. بس ايضا في قوه ثانيه الان يعني بكره بدك تفاجئي بعد راس السنه تصغير حجم اللقاءات السوريه السعوديه بعد راس السنه بتشوفيها هي عم تصير بس بدهم يزهروها ايضا في اعاده ترتيب لبعض القوى يعني هذا كله يؤدي الى هو عاده للاسف يعني يمكن أنا بتذكر لك مين بيستعمل هذا التعبير يمكن نظير جاهل لبنان أسير توازنات المنطقة للأسف
يعني حتى الآن حجم الرهان بالداخل على انعطافه بالأقليم بعده كبير. يعني اليوم القوى الداخلية تراهن على هذه الانعطافة الخارجية لا الذهاب بأي اتجاه أو لا تقرر بأي اتجاه. علما في نهاية الأمر قلت لك أنا خذي تسوية 2016 آخر شيء سعد الحريري لو ما مشي يعني صحيح شو بيعمل برا؟ في لعيبة جديين بس في قوى أخرى اعتادت على هيدي الرهانات. بس أنا بزيد عليها أنه كمان كان في لعيبة برا هن اللي أقنعوا سعد الحريري بالسير بهذا الموضوع. أكيد بس هو بس جيبوا له أدوات الداخلية وهن زيتهم اللي أقنعوا دكتور سمير جعجع بأن يسير بتلك التسوية أيضا. إيه بس كمان في كتير شروط يعني لها علاقة بالتحصص بين اثنين. هيديك التسوية بين رئيس سعد الحريري و مش انه ركب على رؤية خارجية او شيء. لا 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 يعني لا هو عم يقول هذا التقاطع المشروع اللي عم تشوفه هلا رضوه يعني حتى بالداخل انرسم بوقتها. نعم هي التسوية التسوية البنود الخفية تبع التسوية 2016 بتتعلق بإعادة هيكلة المصارف وبتركيب 4-5 مصارف جديدة وبشركتين ثلاثة بيشبهوا شركة سوليداري. بس بعد انهيار التحقيق. بعد الانهيار بعد الوصول إلى هذا الانهيار والله ما بعرف إذا كانت هيك بوقتها بس إنه بالآخر أنت بتقري المؤشر صحيح كيف بتروح سياقاته شيء تاني حتى الآن ما تبلورت الفكرة الرئيسية ما تبلورت يعني طيب يعني بعم تقول يعني بعد ما نضجت يعني حتى الآن نحن لما من الدول سما فرنجي بالمعنى الجدي حتى الآن الحزب إيه بس خلينا نقول إنه بدأ هذا التداول إنه يصبح بدفع أكبر خصوصا بعد يعني ما حدد سماحة الأمين العام المواصفات في الخطاب اللي طلع حكي عنه بحكم الواقع هو مرشح طبيعي. أوكي ما حدا عم بيقول لا هو لو تصرف بطريقة خارج الحزب 2016 كان هنتو كتير صحيح بحكم الواقع هو مرشح طبيعي ولكن اليوم يعني مع موقف حزب الله حتى بدك تشوفي خلال الأشهر القادمة التبدلات اللي ممكن تصير قديش بتتلائم يعني أيضا مع الواقع اللبناني. أنت بدك حدا هلا يشيله للبلد بدك حدا يقدر يحدث صدمة جد يعني إيجابية بالمعنى الجدي اللي هو يعني في حدا بيقدر يشيل البلد ولا هو في قرار يجب اليوم أن يتخذ ليقوم هذا البلد. في زرائع بدك تشيليه في زرائع يعني طيب. في موقف من بعض الدول العربية الخليجية بعده نافر حتى الآن باتجاه شخصيات معينة أو بعد يعني حتى الآن من 8 أدار هيدي كيف بدك تتجاوزية يعني بعد هذه هيدا النفور بعده قائم تجاه 8 أدار مثل ما عم بيقول أستاذ سمير وبالتالي هيدا يعطل أو يعرقل إمكانية الوصول إلى أي تسوية ممكنة في الفترة المقبلة. شيء اسمه نفور بالسياسة في تباعد في خصومة مش نفور في اختلاف سياسي في اختلاف مشاريع في صدام وتتحدى الصدام مع استمرار الصدام في مشاريع متصارعة ما تبدل شيء صح مع استمرار الصدام ما تبدل شوفي أنا بس يعني ما عم تخليه يجاوب لأستاذ منير تفضل لا 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 أنا ويعني مش منير شوفي حتى الآن إذا بدك تحكي بالمعنى الجدي يعني من الترسيم لا يعني تروحي على كل اشتباك بالمنطقة هل يعني في مؤشرات سيسمح يعني وأنا مشان هيك قلت أنا الترسيم بالمعنى التقني بالمعنى السياسي هل سيسمح للبنان اللي في هذا الحضور للمقاومة أن يتحول إلى أو مصرية. أن يخرج من أزمته هو بشكل أساسي الاستهداف مقابل ماذا نحن رحنا بشكل أساسي إلى الموافقة على هذا بشكل الأمر بشكل أساسي نحن حققنا إنجاز أوكي من خلال حررنا 68 كيلو خطوة أولى الواقع هالقد بيعطينا ظروف المنطقة وظروف شرط الطريق هالقد بيعطينا بس نحن حطينا كمان معادلة تقول بأنه نعم. لا استخراج نعم مقابل يعني لا استخراج بعرف أنا مشان هيك عامل لك الشرط التاريخي الواقعي ما بتعطينا يعني احسن من اوكي اخذنا ما اخذناه بس انا عم اقول هل نحن يعني الغرب تجاوز او بعض الدول عن فكره تحجيم المقاومه لا تزال مستمر طيب خليني اقول شغلي انا حتى الان باتجاه 8 يعني عم بقول السيناريو مستمر فيما يتعلق ب اذا بدك الضغط على المقاومه وادعمها المشكله مش مع المقاومه مع مين راح اعطي بالاستناد للكلمه اللي قال الرئيس بري جمعه الماضي بالرد على جبران تجربه التسعينات والتجربة ست سنوات الماضية بتجربة التسعينات كان الخليجي بالبلد والاستثمارات الخليجية هائلة صحيح النمو الاقتصادي مرتفع عملية إعادة إعمار دولارك ب 1500 ليرة موظف الدولة بيسافر سفرتين ثلاثة أربعة
وعايشه عصر ذهبي، ما هيك؟ هذا الوهم اللي كنا عايشينه. منو وهم؟ شو؟ لا هيدا هيدا حقيقة. اثبت بعدين اخر شيء الواقع. مش صحيح. هيك قالوا لنا الخبراء. شو اي خبراء؟ اي الله مش خبراء، يعني يقعدوا يخبرونا اخبار. هلا انت عشتي 15 سنة من التسعين للألفين وخ... هلا اذا شو واحد جاي عرف حلو مش قادر يعمل شيء، بلش يقول لك هول 15 سنة اللي عشتون كانوا كذب، انا جاي اعمل لكم المن والسلوى. ايه مش على شيء وهمي كان اذا بدك انت معطل قطاعك الانتاج. بس عيشون بطبيعة الحال. بطبيعة الحال ايه تفضل. معطل قطاع الانتاج هذا شيء ثاني، هذا نقاش اخر. على اساس شيء وهمي يعني ما فيك تقولي وهم. لا هن اخر شيء قالوا لك عشت وهم وبين انه اخر شيء هذا الانهيار. بين لانه انك 10 12 سنه من 2010 لليوم ما حدا ضارب ضربه بالبلد، لانه البلد فات بمشروع تخريبي، ومش عن صدفه قلت تسويه 2016 كانت بتوصل لها. لو ما وصلتش بالمال وشيلي لي اخبار السلسله وما السلسله وفساد، كل عمره لبنان معجون بالفساد. بس الفرق بس فيك تشرح لي اياها شوي. تفضل شغلي. السياسات الاقتصاديه بدها توصلك لها. بلد عايش على الاستدانه، يعني بلد عايش على مش بختلف معك، بس ما اسمها وعلى الفائده المرتفعه سياسه اقتصاديه يعني خاطئه. بقول لك ايه بس مش وهم، مش يعني هذا اللي عم اقوله. وهم وهمك المشكله هي عندك نظام مصرفي اخو شليته ما بتقدر تخلص معه، لانه المصرف هو اللي حاكم البلد والسياسيين هن شركاء المصرف. هذا واحد. اثنين، هيدي المنظومة كلها ركبت على تغذية الدولة. فالبلوعة اللي اسمها الدولة بكل الهدر والفساد، لأ أنا مني منظم، والبلوعة الثانية اللي اسمها المصارف فوتوا اللبناني بالأنين. أوكي. أوكي؟ بس النظام اللبناني تاريخيا قائم على فكرة قطاع الخدمات وقطاع أوكي. السياحة. أوكي الخدمات. وبين آخر شيء لوين وصلنا يعني. لحظة شوي. لا ما بين لوين وصلنا. شو لكان؟ أنت عملتي حرب أهلية 15 سنة. صحيح. مش هيك؟ ايه؟ ما عشت الانهيار اللي عيشتي اليوم. لا. مش هيك؟ ليش؟ لا ما كان في قرار بالحصار على لبنان. أي حصار يا سوسن؟ لحظة شوي. طيب شو بتسميه؟ هدي البالنتفة. هدي البالنتفة. تفضل. بعدنا عم نقول إنه نحن عم نعيش بعصر له علاقة بتغيير تركيبة النظام العالمي كله، فهذا بده يطالك. لا تقولي لي حصار ولا تقولي لي مدري شو. انت عشتي رفقتي حرب بسوريا وثورات عربيه. طيب من مصر. لا لا هو جزء من هذا الربيع العربي. تمام. فمش حصار. مش حصار. شو اسمه؟ اسمه انعكاس جيوستراتيجي لتحول بالنظام العالمي كله. اوكي يعني سمح لنا نحن اليوم. بس مش من 2010 بدا، هو من 92. يعني انت يفترض توفر اربع شروط. خليني ارجع لبنان قبل ال 75. لحظه خليني اقول لك شغله. 92 هي الارض مقابل السلام. أوكي. هيدي الفكرة اللي اجت وانعكست بلبنان وعيش اللبناني بفضلها بحبوحة. بس انهارت بعد 2001. إذا في طرف عاش هيدا الريحان، في أطراف أخرى كانت عم تقول هاي التسوية ما أنا ماشي. بس ما كانت يعني شريكة بالتسوية. بعرف كانت شريكة. بريز واحد واثنين وثلاثة، آخر شيء بتطلع عن تصرف مصريات المودي. المودع كان عم يعطيك مصاري أنت عم تدينا للدولة. والدولة عم تهدرها. بغياب أنت. أو الدولة عم تدفع معاشات وامتيازات والبدكية. ولا عملت أنت. أنا ماني مختلف. لا انعمل بنى تحتية. من عمل نظام اقتصادي منتج بوافق معه. يا اخي بس انا بالبنى التحتيه بدك ايه، بس كمان بشكل يعني جزئي. خلينا نقول على الكهرباء مش مغ... اوكي طيب عال يا خي. طيب الكهرباء 15 سنه مع هيداك الفريق و15 سنه مع هاي الفريق. احنا طيب عشنا بالنص ما حنختلف اذا وهمي ولا مش وهمي. خلينا نوصل للنتيجه. انا عم اقول من 92 عشنا هيدي الطفره فيما بعد وصلنا لمحل عم يصير اللي ايمتى وصلت. هو اعطيني مثل اي سنه بلش بال 2019 انا بلش يعمل هندسات ماليه. شو كان الدليل على 2016 انا كنت عم بعملها لبي عم بعملها الهندسات الماليه ولا اللي اجوا بالتسويه واللي قالوا نحن جايين نظبط. ركز لي على موضوع التسويه اللي حضرتك قلت انه هيدي التسويه بالبنود الخفيه كانت تهدف الى ايصالنا ما الى ما وصلنا اليه. يعني اليوم كانت التسويه تهدف الى انه رئيس سعد الحريري ولا 95. طيب بغض النظر هيدي 2016. تفضل خليني ارجع لك المقاومة. عم تقول انه ما مش الحصار على المقاومة. مش شو النقطة؟ مش مواجهة المقاومة، وانما المقاومة كانت موجودة بالتسعينات مزبوط ولا لا؟ نعم. وعشنا عصر ذهبي على الصعيد الاقليمي والسياسي اسمه معادلة خاتمي والملك فهد مزبوط ولا لا؟ كانت مترجمة بلبنان والمقاومة في اتفاق نيسان مشرعة صحيح رسميا والبدكية هي تقاوم. المشكل لم يكن مع المقاومة. راح اعطيك مثال ثاني. بعد اختيار رفيق الحريري ما كانش المشكل، راحوا عملوا تحالف رباعي. صحيح.
ورحنا وجينا لل 2007 بكل عمليات. ايه بس تحالف رباعي ليه صار في ذلك الحين؟ لإقفال الباب أمام محاولات الزج بوقتها بهذه الفتنة والاتهام اللي كان صار. أوكي. بس هذا كان بموافقة سعودية. أوكي. يعني السعودية ما كانش عندها مشكلة مع المقاومة. إيه ما حدا عم بقول لا. بعد منها جينا على الدوحة وعلى سين سين. صحيح. ما كانش في مشكلة مع المقاومة. المشكلة بلشت وقت توسعت المشاريع الخارجية وهذا نقاش ويا طول. أوكي. فلا أرجع لأقول. إيه. إنه هلا اليوم حزب الله كمقاومة كمقاومة ما حدا عنده مشكلة معه. وانا رايي انه كل المجتمع العربي ما عنده مشكله مع حزب الله كمقاومه، بس اذا حزب الله لا اطلق مواقف تصعيديه تجاه السعوديين ولم يتدخل باليمن ولم يتدخل بسوريا او بالعراق، اذا هودي الشروط وانا رايي عم بصيروا بشكل صامت. عم بصيروا بشكل صامت بجزء منه. يعني اول شيء قلنا زمان ما سمعنا صحيح. تصعيد بالموقف ضد المملكه العربيه السعوديه بالشخصي مش هيك، او ضد دول الخليج. صحيح صحيح. هناك انسحابات وسمير أخبر مني من بعض المناطق الأساسية بسوريا، بس لك وهناك عدم انخراط مباشر بالعراق. بس حتى أقول لك شغلي، أولاً إذا نحن بدنا نقيس أنه بال2011 بدأت مشاركة المقاومة ببعض الساحات، هل كان مطلوب إسقاط يعني هالساحات؟ لا لحظة، ما من ساهم بالربيع العربي أنه في دول هي تدخل، يعني هي أنا ما بدي أحكي بنظرية المؤامرة. يعني هني كانوا بموقع ردة الفعل مش الفعل. روحوا بصدام. ماذا لو سقطت سوريا مثلا؟ ماذا انه هل شو بقي من سوريا يا سمير؟ يعني هل سوريا يعني لم تسقط يعني على الاقل شو لم تسقط؟ ايه لم تسقط. لك شو بقي من لا سوريا؟ لم تسقط. لا 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 لك شو هي؟ لم يسقط. اوكي تم تدمير سوريا. تم تدمير اليوم والحرب الكونيه. لا ولكن لم يسقط. لم يحقق ما لم يحقق اليوم اللي عمل الحرب. الله يخليكم راح اعطيك انا بس بالاذن بالاذن على قصه لم تحقق. بس يمكن الصوت ما عم يزبط منيح، مضطرين بدنا نطلع بفاصل. شرق الاوسط الجديد. ايه شرق الاوسط الجديد ومحور الممانعة دفع حقه. بس الفرق انه محور الممانعة شارك فيه. قصدك انه شارك لا شارك بصناعته بس بصناعة عملية التهجير الجديد. اللي صارت بسوريا تصغير الكيان السوري هذا جزء من اسمح لي وان كان هو منطلق فيها من فكرة الدفاع عن النفس. بس خلينا طبعا يعني كيف الامريكي وقع الروسي وقع الاوروبي باوكرانيا وقعنا بلادنا بالشرق الاوسط الجديد اللي نحن عم نقول ما بنيه بس نحن عملناه بده يرد عليك. أول شغلي الفوضى اللي حدثت في المنطقة. لا ما اسمها فوضى يعني ما فيك تسميها هي فوضى. سمتها كوندوليزا رايس فوضى خلاقة يا عمي بال 2006 طيب ايه شو ما ضلوا مشروع البشر الربيع العربي. طيب مين عملها بالدم بالبارود؟ لا مين عملها بالدم؟ مين اخر شيء فوتك بحروب؟ يا فتي فيها يعني للدفاع عن النفس ولا انت اخر شيء شو بدك كنت عم تعمل؟ لك ليش ايدت ثوره مصر وما ايدت ثوره سوريا؟ لحظة. ليش ايدت البحرين؟ لا لحظه في فرق بين ايه بس في فرق اذا كانت ثوره محقه او لم تكن ثوره يعني بالبحرين محقه بس بسوريا مش محقه. لا مين هيك عم بيقول؟ بس اخر شيء بينت الاعترافات ويكليكس. لا اطلع من هذا النقاش بالاذن. هيدا اليوم باعترافاتهم مش باعترافاتنا. لك شيلي لي اعترافات. لا ما بدي شيلهم هن المقيمين عم يقول لك هن فوتونا فيها. هن قالوا شرق الاوسط الجديد. مش هيك؟ صحيح. نحن طلعنا. بتقولي لي قوميين عرب، بتقولي لي ممانعين، بتقولي لي سنه، بتقولي لي شيعه، بقول لك طلعوا قالوا نحن بدناش الشرق الاوسط الجديد. مش شعوب هذه المنطقه مثل وقت اللي كنا نقول فليسقط وعد بلفور. اوكي جينا تورطنا ومشينا وعملنا وعد ونحن اللي عملنا الشرق الأوسط الجديد. هلا عن غلط، عن صراع، عن صدام، عن اختلاف، عن شو ما بدك. نحن كنا ما احبطنا نحن مشاريع كبرى كانت ترسم بهذه المنطقه بغض النظر على اين تخليك بالاذن. يا سوسن شو المشروع الكبير بالمنطقه؟ شو المشروع مش تفتيته والفتنه السنيه طبعًا. الشيعيه وتهجير المنطقه من اهلها وتبرير يهوديه الدوله واعلان يهوديه اسرائيل. صحيح كانت اعلنت يهوديه اسرائيل لو ما تهجر نص سوريا اكثر من نص سوريا. كانوا استرجوا الاسرائيليين يعلنوا تهويد الدولة وقومية الدولة. طيب ما هيك عم بتأكد انه الهدف الاساسي يعني اذا بدك هذه المؤامرات وهذه المخططات هن حطوها ليوصلوا الى هذه النتائج. ما عم لك انه انت هجرتها بطبيعة الحال. ما هن بيطلعوا بيقولوا لك حرب كونية كانت في سوريا لتهجير هؤلاء السوريين. يعني انا شاركت بهذا الموضوع. انا كيف شاركت؟ يعني نجح المشروع. كيف شاركت لما طلعت انا على سوريا؟ انت عم تقولي لي احبط المشروع لردع الارهاب. عم اقول لك انت عم تقولي لي احبط المشروع. شو المشروع؟ مش الفتنه السنيه الشيعيه؟ ايه صارت بيحرق دينا قلنا 10 سنين مندبك ببعضنا. صارت الفتنه السنيه الشيعيه بالطريقه التي كان سوريا شو؟ لا بلبنان صارت. لك يا عمي بالعراق في مناطق بقش فيها حدا بسوريا نفس الشيء. مش موضوع تدمير اقتصادي اتدمر، تدمير مالي اتدمرنا نحن وسوريا والعراق ومين ما بدي.
تهجير بشري صار، أعلنت يهودية الدولة، أعلنت يهودية الدولة، دول عربية راحت عملت علاقة مع إسرائيل، راحت عملت علاقة. طب ما هو كلهم هودي، هذا الشر الأوسط طيب الجديد. طيب بس أعلن ترامب من طرف شيء. واحد وراح التطبيع بعده بجزء محدد، ما رحنا إلى هذا التطبيع المنشور. يهودية إسرائيل قانون بقلب شو؟ إسرائيل، شو بدي بترامب؟ طيب بس ما هي آخر شيء تسعى إلى ماذا؟ تسعى إلى ماذا هي لتمارس هذه اليهودية؟ هو كلهم صاروا خليني اطلع بفاصل. لم ننجح بافشال المشروع، بعتذر. طيب اوكي، هيدا بحسب وجهة نظرك، هيدا بحسب وجهة نظرك. خليني اطلع بفاصل، عم بعطيك وقائع. اوكي انت بقتنع فيها، انا ما اقتنعت. بعد الفاصل يعني مشاهدينا الكرام نصل الى المحور الاخير في هذا الحوار من 90 دقيقة مع ضيوفي الاستاذ منير ربيع والاستاذ سمير الحسن. استاذ سمير، كنت بدك ترد على استاذ منير قبل الفاصل. ما حصل في المنطقة. اوكي، قد يكون الخطأ الكبير انه هذه الدول الان التي تختلف مع المقاومة شاركت بشكل فعلي ب اللعب بالجغرافيا والمنطقه وكذا، يعني ربما كانت رهاناتهم. يعني الان انا ما بقدر اشوف المشهد انه قدر ينتج تفكك وانهيارات وتطبيع. المعركه في المنطقه لم تنتهي، يعني حتى الان لا تزال مسرح. كان عم بيضوي على فكره استاذ منير وعم بيقول انه هي المعركه مثل ما حضر مثل ما تفضل وقال ليست ضد المقاومه. شوفي، لكن شو طبيعه هذه المعركه؟ هو بدا هون، يعني عندما بدا الحراك في المنطقه انا بوافقه، الحراك حراك كان هون ولا هون، بس ولكن كان ينظر الى الثورات وهي من مواقع سياسية مختلفة. نعم بدأت هي اللي بتخدمك انت، نعم بتساندها واللي بتتعارض مع مصلحتك. قد يكون هو قد يعني كان المشهد قدامك، يعني كان في شكوك، يعني هل حركت، هل فجرت، هل تفجرت. لا شك ما جرى في المنطقة حتى الآن، أنا وهذا يعني مش اللي عم بقوله، كررته كثير، لم يحسم إذا كان ثورة أو إذا كان مؤامرة، هو أقرب إلى الانفصام. يعني وانا اول مقال يمكن كتبته عن الحرب السورية قلت الانفصام بالحلول السورية. اذا نظرت الى الداخل ترى انت ردة فعل على سلوك الانظمة، اذا نظرت الى الخارج ترى حجم التدخل. صحيح. واثنين بجوزوا. نعم. اثنين ممكن ينجمعوا بنفس المجتمع، مثلا ثورة مثلا بساحة الميدان بمصر، او يعني بدا هناك ما بيعني انه ما في حراك شعبي حقيقي. نعم. تم استغلاله من قبل اجهزه وانظمه والبدك خلص كما حصل في 17 تشرين. ربما الحركه الاحتجاجيه، شوف الحراك اللي صار بالمنطقه، حتى اللي صار ب 17 تشرين، صحيح حتى ما يجري الان في ايران، عيب كل المعارضات بانه افتقدت الى المساله الوطنيه، ذهبت الى السفارات. ربما لو بقوا يعني بقوا على شعاراتهم حراكهم دون بإيران بعد ما شفتها. نعم. للأمانة. نعم. هذا التدخل، هذا التدخل الخارجي أنا ما بدي أقول أنه استثمره استغله. ليه مش حركة في بعض الأحيان؟ أضعفه. نعم، هذا اللي ترك الشكوك. صحيح. يعني نعم كانت العلاقة بين كثير من الدول والمقاومة علاقة مبنية على الاحترام، ولكن ما جرى بال 2011 طرح الكثير من هو صدام جيوستراتيجي. نعم. أوكي. يعني أوكي. انفكاك بين مشروعين. نعم. او اصطدام بين مشروعين، كان في نوع من ربط نزاع بيناتهم. اذا نشوف الان بعد نتائجه، كانت الدول اللي ذهبت الى التطبيع كانت واضحة، كان جزء منه تصفية القضية الفلسطينية. يعني انت ليش حطيت هيدي العناوين اذا كان هناك مطالب محقة والجميع يطالب بتحديث فاتت دول عليها دول وتحولت لصراع جيوستراتيجي. نعم. هذا دفع بالمقاومة ان تذهب الى ساحات اخرى والدافع وانا بعتبر هيدي واحدة من الميزات الوطنية والعروبية. انا مش مختلف على هذا. نعم. على قصة الميزة مختلف على التدخل أكيد، بس تطلع حالي كإنسان وكأقول كقارئ كقارئ مجرد من الأحاسيس هلا. إيه كمتابع دقيق وموضوعي أنا كل عمري. هاي أوكي، ما هيدا اللي عم أقول لك. تطلع حالي هلا من الإنسان. لا 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 لحظة، في فرق بين المراقب المتابع والموضوعي. إيه. وكإنسان بدي أحكي كإنسان، بدي يكون متعاطف حتما مع اي ثورة بكل الاحوال، بس تطلع تنزع هيدا الشيء واحكي بالوقائع. اوكي، كان في ثورة محقة استغلت ضربت خربت، الهدف الاكبر اللي كان وراها هو نوع من نظام العالم اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي اللي له علاقة
بتصغير الكيانات مثل ما العراق صار ثلاث كيانات، سوريا خمس كيانات. خليني اقول لك شغله، هناك فرق كبير بين الاحتجاج وبين الواقع الثوري. قد يكون في المنطقه والعناصر الثوره في حاله يعني من الاحتجاج، صح صح ردت الفعل على هذا الواقع الباقي، غياب المؤسسات. هيدا عم اقول لك اللي انا بدي شيل حالي منه. اذا كان بدي اعطيك صوره سياسيه، اذا بيفتقد هو لوجود واقع ثوري تغييري او لقياده معينه توصل، صحيح يعني بصير مساله ما في شيء اسمه قياده وما في شيء اسمه، وهذا كثير بيسهل التدخل. صح صح، هذا اللي عم اقول لك اياه، ساهم بشكل اساسي. ليش عم اقول لك بدي شيل انسنتي من الملف؟ لاقول لك انه رحنا على صدام بمشروعين استراتيجيين، مشروع بتمثله السعوديه ومشروع بتمثله ايران. السعوديه اعتبرت حالها مهدده ايضا. ليش؟ لانه اعتبرت لما تسقط مصر او جبل الاخوان على مصر سينتقل الاخوان الى دول الخليج، وهذا سيؤدي الى انهيارات في الانظمه وانهيارات في المجتمع. بس ما ايران عملت هذا التغيير بمصر؟ شلي شلي يعني. ايه بس لحظه، بس يعني اول اسبوع على الثوره المصريه يعني عمل شو اسمه مرشد الجمهوريه الاسلاميه، عمل مهرجان وخطاب احتفاء بالثورات، صحيح ولا لا؟ بالثورات بالثورات. هلا انتم عم تقولوا على مكان اخر، مش موضوع الحلقه كان يعني قراءه لهذه الثورات ولوين وصلت، فينا نحضر لها ونعملها بشكل يعني مدروس ومبني على الوقائع. لا ارجع اليوم المعادله صار صدام مباشر بين مشروعين. كل مشروع حس حاله انه مهدد، صحيح بهيدا التهديد. تسقط كل، برجع بقول عم طلع حالي من انسانيتي. تسقط كل المقومات التي تتعلق بالإنسانية وبإلى ما هنالك، ويلا حطوا حديد وبارود ونار. انعكس هذا التصادم بشكل أساسي على الواقع الداخلي اللبناني. صح. اليوم نحن شو المعادلة الحاكمة ولوين رايحين؟ المعادلة الحاكمة اليوم هناك موازين قوى. أوكي. هذه الموازين القوى لا يزال فيها حزب الله هو الأقوى بالاستناد إلى الداخل وبالاستناد إلى الخارج. لن يكون الحزب قادرا على النهوض بالبلد ولا على حكم البلد لوحده، لأنه حصل. صحيح. حصلت تجربة ميشيل عوني وسعد الحريري، وحصلت تجربة حسان دياب إذا بدك، وحصلت تجربة انتخابات نيابية ورحنا إلى نتائج اليوم فيها توازن سلبي أو لا تعادل سلبي ولا بالاقتصاد. أوكي. لابد من الذهاب إلى تسوية. صحيح. ما هي مقومات هذه التسوية ومتى يحين موعد هذه التسوية؟ كل اللي قاله الأستاذ سمير أو اللي قلته أنا خلال الحلقة رح يكون مكفي. مناوشات إلى حد صدامات، قد تحصل تحدث صدامات، ولكن بالآخر نحن محكومين بالتسوية. القصة مطولة أو قريبة ما حدا بيقدر يعرف. الأكيد هلأ أنه مؤشراتها هي لا أشهر. بس حضرتك ما حطيت موقف باربرا ليف تحت إذا بدك أو بخانة اليوم فوضى منتظرة، وحطيته تحت خانة أخرى تقول أنه لبنان ليس في أولوياتنا. في موقفين لباربرا ليف. الموقف تبع أول مبارح عم تقول ما بيعنينا، عملوا اللي بدكم إياه، أخذنا اللي بدنا إياه. الموقف اللي قبل بالفيديو هي ما كانتش عم بتقول أنه نحن بدنا الانهيار، بتقول أنه في وجهات نظر بتقول بهذا الانهيار، بس ترجع بتكفي بمحل تاني بتقول أنه نحن ما منأيد هالوجهة النظر. أوكي، بس هيدا بيوصل للتفكك الدولي. بس أنه هيدا منه بدعة يعني، ما أكيد لا لا، لأن بعد قال هيدا مؤشر على ما ينتظر. أي مراقب بيستنتج هذا الاستنتاج؟ أولا هذا تحليل شخصي وليس موقف رسمي. أوكي. وجاء في سياق كل ما نقل غير دقيق على فكره، يعني عن باربرا ليف. نعم. هذا غير صحيح. صحيح. وتم يعني خليني اقول تكبيره كثير. اولا انا تم وضعه بسياق وكانه نعم. هيدي الاجنده غير صحيح، وموقف هو تحليلي شخصي ولا لا، وهي قلت بوضوح. نعم. في ناس بتعتبر بكذا نعم. وكذا لا يعكس هو الموقف. نحن عم نسال لنوضح. بالعكس، فضل. يمكن يكون حاجه الامريكان تحديدا بالساحة اللبنانية هو باتجاه الاستقرار ليحمي موضوع الغاز وموضوع يعني إسرائيل. واحد من الاهتمامات الكبرى لدى الأمريكي الآن في المنطقة هو حشته طبعا، يعني بهيدا المعنى. نعم. أو انطلاقا من حضرتك حتى الآن، يعني حتى كلمة الصدامات ما بعرف يعني لأي حدود أنت بتقصدها. أنا ماني شايف، لا أرى اطلاقا في أفق لصدام بالمعنى اللي عم يروجوا له. لا صدام مباشر، لا قصدي اكسيدونات بالمنطقه، يعني مثل ما عم يعني كمان حوارات مثل اللي صار مفتوحة. اليوم مثل اللي اي عملي. لا انا فكرت بالداخل اللبناني. لا لا لا، عم بحكي على صعيد المنطقه حتى اكون دقيق.
في كتير مين حاول يروج لفكرة الفوضى، وأنا برأيي جزء من حملة التهويل والضغط أيضا. شفناها يعني قبل نهاية العهد، يعني كان في نوع من إذا بدك يعني لا وفي هيك مجموعة ضغط أجواء للقول بأنه البلد رايح على مجموعة هيك من المحللين أو السياسيين. يعني نحن في برأيك لن نكون أمام تهديد أمني؟ شوفي أمر اليوم يعني كان واضح في بمعنى قائل. البلد الآن قد ينزلق إلى مزيد من الفوضى الاجتماعية. الدولة كانت موازنتها 17 مليار دولار، الآن موازنتها 900 مليون. طيب هذا دليل على ماذا؟ يعني هذا دليل على انهيار الدولة. صحيح. شو يعني طيب اليوم الرئيس يعني مئاتي بس خليني كفي لك اللي صار بالتسعينات. ايه خليني كفي لك البعض. لا على فكره هو بال كفيل الان بعد في 3 دقائق لنختم. تفضل. شوفي انا حتى الان لا ارى هناك بيئات ل يعني خلق فوضى او يعني على الاقل بالساحه اللبنانيه غير صحيح. يعني هيدي القوى السياسيه خاصه اصيبت من 17 تشرين حتى الان باعطاب هي غير قادره على انه تنتشر. ما جددت نفسها بعد الانتخابات النيابيه. نعم. ما جددت نفسها بعد الانتخابات النيابيه، ما رجعت اخذت الشرعيه المفقوده الى حد ما، وبالتالي لا اليوم انطلقت ب اذا بدك شباب اكبر. بالعكس بعتقد كل اللي كانوا يعني معولين امل عليه الناس. وحتى انا كنت يعني اعتقد بعد الانتخابات ممر هي ستكون مختلف. لا بالعكس يعني لم تكن على المستوى المطلوب، ويعني المجلس اللي يعني الشرزم الكتل هيدي الصغيره بتصعب التسويه على فكره بدون عامل خارجي كثير بتصعبه. يعني ما في انتظام. لا انا حتى الان ماني شايف انه في امكانيه بمعزل عن الاقليم انه فيك تقدر حكومه تصريف الاعمال بالصلاحيات المحدوده دير هذه المرحله باقل خسائر ممكنه، وحضرتك تستبعد هو يعني امكانيه الذهاب الى الفوضى. كل اللي قدر عمله رئيس ميقاتي هو عمل يعني انتظام لما تبقى، ما يعني اذا بدك قدر يفرمل الهدر العشوائي. نحن خسرنا بسنه ونص فرمل الهدر العشوائي 16-17 مليار بطل فيها هلا هدر عشوائي. ما في شيء ما شو بالاساس في يعني اكثر من انه بتصغر الطموح كثير. هي لا انه شو في امكانيه ينعمل. يعني بنهاية المطاف يمكن القول إذا يعني حافظ الرئيس مئاتي على صلاحيات الموقع الأول لرئاسة الحكومة وبالتالي أحرج الجميع بهذا الموضوع. لا وما شوف. بس هيك يعني أنا بعتقد حيويته بالخارج يعني أيضا عطت نوع من الثقة، بعتقد انتظام شوي هلا يعني بس انعكست على هذا الداخل. أي طبعا اليوم رايح إلى موضوع الدولار الجمركي من دون إصلاحات بيقدر يتحمل هذا الموضوع؟ بدون إصلاحات بالتدرج. أنا كيف بده يعمل هذه الإصلاحات اليوم؟ شوفي بهذا الواقع اللي احنا هلا عم نشوفه صعب. يعني حتى الآن موضوع الكهرباء على هيئة الناظمة ما عم يقدر يمشي. اوكي يعني هيدا اللي عم للأسف يعني انا عم اقول هو عم يتابع عمله بما هو متاح. هو متاح الدولار الجمركي يقام من دون اصلاحات. شوفي لما تشكلت الحكومة ما صحيح هو قال انه هي حكومة انقاص ابدا. لكن شو قال؟ هو كان ولو سميها معا للانقاذ. معا للانقاذ شو كان تحت ايام مسمى. بس هو كل شو اسمه الاحاديث انه خلونا نعمل نحن هلا نوقف تمدد النار، حتى ما قال فينا نطفي النار، هذا بيحتاج الى تعاون داخلي. يعني هذا بيحتاج الى أطراف. لا واضح ما تعمل. استمر الانقسام، استمرت الخلافات، وحتى يعني لما بدنا ناخذ الجواب من طرف محايد بس انا استاذ منير. ايه لانه حكيت عن فكره التكنوقراط اثناء المبادرة الفرنسية. هذا الواقع ليش كل القوى السياسية اللي بتتعفف عمليا وبيناتهم رئيس نجيب مئات يا اخي يلي بقي سنة يقول انا ما بدي وكان له سنة عم بخيطها خياطة مع برنار امياء. شوف هو كان عم بخيطها؟ ما له صحيح هذا الحكي. ليه ما كان في بديل غيره؟ ما كان في بديل غيره؟ وين؟ ما راح الرئيس سعد الحريري الى الاستقالة. كان نجيب مئاتي عم يشتغل مع برنار امياتي يتكلف هو. هذا جزء من هاي الحملة اللي عملها. طيب لا حملة ولا شيء. ليش انا ما بعمل حملة؟ لا مش انت غلط. بس عم بقول اللي كان عم يتروج. هو كان يعني الممكن هو كان ممكن حتى هيدي الحكومة حكومة الضرورة والممكن ليش هي قادرة انه تعمل انقاذ. يعني للأسف وقتنا انتهى. كنا حابين لا ما بدي جملة. احنا بمرحلة ترتبط بإعادة تركيب هذا النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي وكل شيء بدك اياه سميه بغض النظر عن النظام السياسي. كيف يعني تحت سقف النظام السياسي؟ ما هن كلهم مرتبطين ببعض. ما حد لا 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 شو لكن هلا في كل القوى مأكدة على التمسك بالطائف. تحت سقف او على تطبيق الطائف.
حد الطائف عندك انهيار مالي واقتصادي ومصرفي وما بعرف شو. الصراع هلا اللي عم بصير هو على كيفيه تركيب هذه النظم الاقتصاديه. تقدر تعمل نظام اقتصادي بمعزل عن النظام السياسي؟ ايه اكيد تقدر. إيه ليش لا؟ ما بيكونوا لاحقين بعض؟ ليش بدهم يكونوا لاحقين يعني اليوم بيظل نظام طائفي مذهبي، تقدر تروح الى هذا البلد طائفي مذهبي ابا عن جد من قبل ما يخلق لبنان الكبير. شو جاي تحكينا؟ وعاش حقبات بكل الاحوال بالوقائع السياسيه بموازين القوى فيش امكانيه لتغيير النظام. بتقولي لي في بعض القوى مراهنه انه الانهيار المالي والاقتصادي واللي بدك اياه قد يوصل الى انهيار سياسي شامل وبرجع انا بلم وبضل مثل ما بدي. نعم سيسمح للانهيار الشامل؟ نحن بقلبه هلا لوين بنوصل؟ يعني كمان على قاعده انه ما بيموت لبنان. اذا تم التوصل بصيغه اقليميه دوليه مع الداخل لاعاده تركيب النظام المصرفي، النظام المالي، النظام قطاع النفط والبترول كيف بده يطلع ويتم التعاطي معه قبل ما نوصل للانهيار الشامل بنكون موصول. لذلك سيكون اصعب انتخاب رئيس في تاريخ لبنان لانه سيعيد تركيب السلطه. يعني عم تقول شهور طويل وقد يمتد لفتره غير يعني اعاده تركيب السلطه لذلك وسيكون اصعب انتخاب. مش بالضروره ممكن تعمل تسويه مرحليه خلال هذه التسويه المرحليه تاسس لكل هذه الاشياء اللي عم نحكي فيها. شكرا لك استاذ سمير حسن، شكرا لك استاذ منير ربيع، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. نلتقي الاربعاء المقبل وملف جديد في 90 دقيقه.